سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل ندوة جديدة من ندوات قناة الموريتانية التي تواكب بها ذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. في هذه الندوة مشاهدينا نتناول موضوعا هاما وهو موضوع الثوابت الوطنية وقيم الاستقلال على ضوء التهدئة السياسية وتعزيز سنة التشاور. في هذه الندوة يسعدنا ان نستضيف لنقاش هذا الموضوع الهام سادة السيدة ام الخيري المصطفى خليفة، وهي عضو المكتب التنفيذي لحزب الانصاف، وهي ايضا الامينه التنفيذيه. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا جزيلا على قبول دعوه. سيد محمد سالم عبد الله الكوري وهو عضو لجنه الحكماء بحزب الاصلاح، اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سيد خليل ولد الدده وهو نائب رئيس حزب اتحادي قوى التقدم، اهلا وسهلا بكم سيدي الكريم، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سيد الامام احمد محمد وهو الامين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطيه، اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. نتناول هذا الموضوع من خلال محورين، محور أول أساسي جدا وهو محاولة استغلال ذكرى الاستقلال الوطني المجيد لتعزيز الاهتمام بالثوابت الوطنية والمقدسات الوطنية والاهتمام ومراجعة ما تحقق في الوطن وما الذي يجب أن يتحقق. كيف يمكن أن نستثمر ذكرى الاستقلال بالحديث عن الثوابت الوطنية وتعزيزها؟ شكرا جزيلا أستاذ كريم، مرحبا، أهلا بضيوفك الكرام، شكرا قناة موريتانية على هذه الاستضافة. إذا بداية أنا أهني جميع الموريتانيين وأهني نفسي بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا والتي يجب أن تمثل بالنسبة لنا جميعا دافعا وتذكيرا بما يجب علينا تجاه هذا الوطن من التزام ومن سعي إلى وحدته وسعي إلى تحقيق كرامة المواطن وإلى تحقيق كل ما يضمن الرفاه لهذا الوطن وللمواطنين. أظن أننا في هذه الذكرى العزيزة الغالية على قلوبنا يجب أن نتذكر أن يعني نترحم على جميع الشهداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل حصولنا على استقلالنا، والذين بفضلهم وبفضل تلك الجهود وذلك النضال نحتفل اليوم بذكرى 62 لهذا العيد الوطني الكبير. ما يجب أن نستذكر هو طبعا قيم البناء وقيم التآخي وقيم التطور وقيم الحداثة وقيم أن نكون وطنا في مصاف الدول على جميع المستويات. ولا شك أنه منذ الاستقلال إلى الآن حدث الكثير من الإنجازات والكثير من تطور في هذا الوطن والذي وصلنا من خلاله إلى مرحلتنا اليوم. أريد أن أتحدث عن مرحلة هذا المشروع الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، والذي لا شك أنه أتى بنظرة جديدة وأتى برؤية جديدة لهذا الوطن يجب أن نستذكرها ونحن نخلد هذا اليوم المجيد. الإنجازات كثيرة وما يرسخ قيم الاستقلال وقيم السيادة كثيرة، وخصوصا في هذا العهد الذي نظن أنه قام بالكثير من الإنجازات على جميع المجالات، وكان عهدا فيه الخير وفيه الجانب الاجتماعي بارز والوقوف مع المواطنين ومساعدتهم، وكان المشروع من بدايته يقف مع المواطن ومع تطور الدولة ومع حتى إعلاء وتعزيز قيم الإخاء والوحدة وقيم الرفع من مستوى الإنسان على جميع المستويات. في هذا المجال حدث الكثير من الإنجازات كما قلت، استحداث هذه المندوبية الكبرى والتي تقوم وهي مندوبية التضامن، ربما هي من أبرز ما تميز به هذا العهد، وطبعا قامت بالكثير من المساعدات للمواطنين في خصوصا في هذه الأزمة كورونا، ووقفت مع المواطنين في وقت الأزمة. كذلك الجانب الاجتماعي كان بارزا، وتجدون ذلك في التأمين الصحي الشامل لمئة ألف أسرة والوقوف مع المرضى يعني الفشل الكلوي ومع المرضى بشكل عام وبناء المستشفيات وتعزيز البنية التحتية. ولا شك أننا لابد أن نستذكر هنا المدرسة الجمهورية والتي يعني كانت تجربتها في هذه السنة ربما أول ذكرى عيد استقلال تمر علينا ونحن نكرس قيم المدرسة الجمهورية التي يعني
تسعى للنهوض بهذا الوطن في جو من المساواة والتسامح والسلام. ولا شك أن استذكارها اليوم مهم جدا، أن بدأنا نضع لبناتها. كذلك الإنجازات الكبيرة التي حدثت من البنى التحتية ومن المنشآت ومن المستشفيات ومن المدارس ومن يعني إنجازات كبيرة في جميع المجالات صراحة. طيب. لا أستطيع حصرها. ما أريد أن أقول لك في هذه الذكرى أننا أمام قائد يحب هذا الوطن ويسعى من أجله، وأدعو جميع القوى الوطنية أن تساعد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا، حيث أن هذا الرئيس ربما نحن قدام رئيس اليوم يعود هو أول رئيس يطالب بالوحدة الوطنية وبنبذ الخلافات وبالتعالي عن مثلا خطاب التفرقة والعنصرية والدعوة إلى 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 الوحدة وإلى مثلا إلغاء التراتبية وإلغاء طبقية وإلغاء العبودية. إذا كان رئيسا قائدا في ما يلمس ويمس المواطن. طيب سأعود إليك لاحقا أستاذ. الحديث عن ثوابت الوطنية وعن قيم الاستقلال واستذكارها في الذكرى تستغلها الشعوب، تستغل شعوب هذه الذكرى الطيبة للحديث عن هذه الأمور وعن تعزيزها وعن القيام بما من شأنه أن يعزز هذه القيم ويرسخها. الحديث عن هذه القيم وعن هذه الذكرى الطيبة في ظل تهدئة سياسية كاد الجميع يجمع عليها منذ سنوات، كيف يمكن أن نستغل هذه التهدئة السياسية وهذا التشاور وأبواب التشاور والحوار بين كل مختلف الطيف السياسي في استغلال في ترسيخ هذه القيم وإرسائها؟ شكرا لتلفز على هذه الدعوة الكريمة وتهنئة لكم وللشعب الموريتاني على هذه الذكرى العزيزة على أنفسنا. بالنسبة للسؤال، ينبغي التذكير بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم إذا كانت مبنية على الثقة فإن ذلك يسهل مواجهة المتغيرات سواء كانت إيجابية أو سلبية، سواء كانت طبيعية أو متأزمة. فكلما تعززت الثقة بين الحاكم والمحكوم كانت هنالك إمكانية للسير قدما باطمئنان ودون تخوف على الوحدة الوطنية ودون خوف من تفكيك الدولة، لأن الشعب يثق في قائده والقائد خلق عوامل الثقة في شعبه. فهذه العوامل عوامل الثقة مبنية أولا على المصداقية، بمعنى أن القائد يصل إلى السلطة عن طريق الانتخاب، هو لم يأتي بنفسه بالقوة وبالاستيلاء، وإنما وصل الشعب هو الذي أوصله، هو موظف لدى الشعب. ولذلك تذكر أنه في خطاب فخامة رئيس الجمهورية للترشح كانت تحت عنوان تعهداتي. فهذه التعهدات قد نفهمها بأنها عقد بين الشعب والمترشح والحاكم، وبالتالي طبيعة هذا العقد تقتضي من الحاكم أن يلتزم بتعهداته، وتقتضي من الشعب أن يساير ويساعد على تنمية الوطن وعلى بنائه. ما أشرتم إليه بقضية التهدئة الحوار، هذه مسلمات. لا شك أن الشعوب عندما تواجه مصيرها هناك طريقين، إما طريق سلمي وإما طريق العنف. طريق السلمي هو الحوار والنقاش والتهدئة، وطريق العنف هو تبادل الشتائم وأحيانا الضرب والحراب وإلى آخره. وبالتالي
على القائد وعلى الشعب كذلك أن يختار بين هذين الطريقين. طبعا كما تعلمون فخامة رئيس الجمهورية اختار طريق الحوار وطريق التهدئة عكس المرحلة التي كنا نعيشها قبل وصوله إلى السلطة. كان هنالك تنابز بالألقاب، تبادل للشتائم، يعني اضطراب، يعني دولة مضطربة. فالاضطراب هو ما يخافه يخافه كل شعب، وحتى يخافه المستثمرون، لأن الاستقرار يطرد النمو ويطرد البناء. لا يمكن أن يتم بناء في بلد إذا كان الاستقرار معدوما. فالتهدئة هي لبنة لبناء الاستقرار ولتوفير المناخ الذي يسهل بناء الدولة وتطورها، وهذا هو المطلوب في هذا المجال. طيب أستاذ أحمد، الحديث عن ثوابت الاستقلال وثوابت الثوابت الوطنية عفوا في ذكرى الاستقلال، كيف يمكن أن نستثمر هذه الذكرى في ترسيخ هذه الثوابت والحديث عنها؟ ما هي أبرز الثوابت الوطنية برأيك التي يمكن أن لا تغيب عن ذكرى الاستقلال؟ كيف يمكن أن نستغل ذكرى الاستقلال استغلالا حسنا يفيد في ترسيخ هذه الثوابت فيما هو جامع ومفيد للوطن؟ شكرا. أنا أولا أشكركم على الاستضافة، شكرا، أشكركم أيضا على طبيعة العنوان، يعني الموضوع هام جدا، اختياركم كان صائب لأنه موضوع عميق ويمكن معالجته في إطار الفلسفة السياسية والأخلاقية، لأنه مستوى راقي جدا. وركزتم على أربع مفاهيم أساسية في مفهوم الثوابت الوطنية، مفهوم القيم، قيم الاستقلال والتهدئة والتشاور. أنا أجمع بين التشاور والتهدئة في إطار مفهوم آخر وهو الحكام، وركز أولا على قيم الاستقلال. الاستقلال كان طلب شعبي وطني للشعب الموريتاني وحصل عليه، وهذا مكسب هام جدا. ولكن الاستقلال وسيلة فقط لتحقيق مهام أخرى، أهداف أخرى متعلقة بحياة المجتمع، على سبيل المثال التنمية الاقتصادية. الاستقلال يجب أن يكون وسيلة للتنمية الاقتصادية، والاستقلال يجب أن يكون وسيلة لتذمين وتقوية وإعطاء قيمة للثوابت الوطنية، الثوابت الوطنية سواء كانت دينية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية. كل الثوابت التي تجمع المجتمع وتثبت المجتمع وتجعله متماسكا أسميها الثوابت التي يجب أن تحترم من طرف كافة الفصائل ومكونات الشعب الموريتاني. هذا موجود. فيما يتعلق ب يعني التشاور والتهدئة، هذه مشكلة متعلقة بالحكامة، وأنا أظن أن هذه المفاهيم يجب أن نربطها تعود حية بالواقع، واقع اليوم. أظن أن مسيرتنا خلال 63 سنة طبعا فيها مكاسب، ولكن الجوهر لم يتغير بالنسبة لي، لأن هناك مسار بدأ في البلد حسب وجهة نظري من 1995 بحرب الصحراء ومخلفاتها، وقل 75 تقصده 75 يعني ويعني قلة يعني عدم حل المشاكل البنيوية العميقة المتعلقة بالحكامة، حكام السياسية والاقتصادية. أظن بأن هذا المسار من حيث الأساس ما زال متواصل، لأن المشاكل المتعلقة بالتنمية ما زالت مطروحة. عندنا اقتصاد ما زال اقتصاد متخلف، اقتصاد من نمط الاقتصاد يعني التابع أساسا، يعني نصدر موادنا الخام ولا نحولها محليا وتأتينا محولة بأسعار يعني باهظة جدا. إذن اقتصاد تقليدي تماما. إذن لم نحصل حتى الآن إلى بنية اقتصادية يسمح بها يعني الاستقلال.
أيضا المشاكل المتعلقة بالحكامة الثقافية والسياسية حتى الآن ما زالت فيه مشاكل عميقة جدا. نواصل الحوار ونواصل التشاور بين كافة مكونات الشعب، يجب فتح مجال الحوار، ويجب اليوم دعم كل ما هو يشجع الاستقرار، استقرار البلد، ولكن لا بد من فتح مجال الإصلاحات. الوطن اليوم فاصل في إصلاحات، إصلاحات حقيقية. الاقتصاد نقوم به بإصلاحات تكون لها آثار إيجابية على حياة المواطنين اليومية، هذا ما مفصول فيه. طيب على سبيل المثال هذه الشركة التي توزع الأسماك مهمة جدا، إصلاحات تحدثت عنها الأستاذة، عن إصلاحات اجتماعية، لابد هذا ضروري. إذا بالنسبة لي هذا مفصول فيه وأشكرك. رائع أستاذ. في نفس الإطار، إطار الثوابت والقيم، هذه الثوابت والقيم البعض يرى أنها تتغير بحاجة الشعوب لها، مثلا هي هناك ثوابت مجمع عليها مقدسة، لكن في كل مرحلة، مراحل تطور الدول، تطور الشعوب، تزداد هذه الثوابت أو تنقص حسب حاجة الأمة إليها. أبرز الثوابت برأيك والقيم التي يجب أن نستذكرها الآن في هذه المرحلة من عمر وطننا الغالي، في ذكرى 62 لاستقلالنا المجيد، ما هي أبرز القيم والثوابت التي يجب أن نركز عليها، وما هي الآليات الكفيلة بذلك بحسب رأيك؟ شكرا جزيلا. أنا بدوري أختار من خلال هذا المنبر الكريم نهنى الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، شاكركم على الدعوة الكريمة. ظاهر لي مدان أن مدلايت تستحضر ذكرى الاستقلال. أول شيء كيف قالت الأخت الكريمة، يلا تترحم على أرواح الشهداء اللي لولا تضحيتهم ربما ما يعود البلد استقل. صحيح. والله بعد ما يجي بلد استقلال اللي له وفي ظروف اللي له، يا غير مولي أن نستذكره الجيل المؤسس اللي بنى البلد من العدم، واللي لولاه ولولا تضحياته ولولا روح المسؤولية فيه على قلته، قلة عدده، قلة الإمكانيات، الوسائل. لا نساو أن البلد سنوات الأولى كان حكما عايش بشي من المعونات تجيه من الخارج، وعلى وجه الخصوص من المستعمر اللي كان حاكمه سابق الاستقلال مباشرة، وأيضا على قلة وجود فيه المؤهلات به اللي من فصل الجماعة اللي بنات البلد الله يرحمها إن شاء الله، على رأسها طبعا الرئيس مختار الدعداع وزملائه ووزراء الناس كانت معه، فصلوا في الناس كاملة وعادوا كل حد كامل شاف فيه انه يقدر يساعد، يقدر يدير ليد، يدعوه للمسؤولية. طبعا الأمور تطورت الحمد لله، الوسائل الحمد لله عاد خالقة، والبلد عاد الحمد لله عنده ياسر من الخيرات ولله الحمد. الكفاءات كانت والكفاءات طبعا. وانا هوني لان نذكر هذا الجيل البنات، جيل المؤسسين، الاباء المؤسسين، نذكر مولي نظرتهم للبلد جزاهم الله عنا خيرا، وطموحهم له. وعلى وجه الخصوص وعلى ذكر سؤالك، اتذكر استحضر الشعار اللي اعطاه للجمهورية الاسلامية الموريتانية اللي هو إخاء، شرف إخاء، شرف إخاء عدالة. شرف يا الله مدى توف عنده بلي الشرف معناه أن مدى يا الله تعود شي كامل ما هو مضبوط ما توحل فيه. كلمة جامعة للخير، جامعة من جوامع الكلم. والإخاء معناه أن يا الله مدى تخاوه يا الله تعود متوحدة، ولا يا الله تخلي ذاك الطيف منها على قارع الطريق، ولا يا الله يكون تعود الناس كاملة معروفة لها الشي. والعدالة هي قاعة مدى كامل. وأنا بعد إلي نستحضر هذا الشعار اللي له الثلاثي، في الحقيقة نعتبر كيف قالوا زملائي السابقي إن طبعا نقطع شوط يا غير مزال ياسر، مزال ياسر بين الطموح لبلدنا. ونختار ياك ما نطول حتى نعطي مثال دقيق، هو المشكلة اللي يعاني شبابنا واحنا في خضم مونديال كرة القدم في قطر. شبابنا فاصل في عود يحلم، فاصل في عود عنده أمل، فاصل في عود يراعي في شيء.
تنمية ما هي لا تنمية كيف ذكر زميلي دكتور، تنمية ما هي لا تنمية الاقتصادية، تنمية ثقافية طبعا، تنمية رياضية، والشباب فاصل في أن يخلق له حد إطار تعودهم شهود لا محالة ماني ناكرها، يقير المستنقصين وحتى بين اللي فاصل فيه وبه اللي أولوية قصوى شباب الموريتاني يا الله يعود ينظر لبلده انه هو ومستقبله، ما يعود ينظر من فوق روسنا احنا اللي اكبر منه والله من وراء البحر، يكانوا يجبر فرج والله يجبر مخرج والله يجبر صيفه قد يعيش فيها. هذا ظاهر لي مولانا ان الثوابت اللي ذكرت يا الله حد يتم يستحضر ذاك اللي منها يقد يثبت موريتاني. وكيف قال الاخ الكريم الاستقرار مهم، يقال الاستقرار يقولوا البيضان ان 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 شروط الشح قبل فرخه سابق تلحق عليها كظها ناس كانت تعود عليه تمشي في الرافقه تقص كل شيء ما تخلي شيء هكا مثلا كل شيء يلا به اللي رحله طويله. موريتاني بدأت رحله من اللي له 62 سنة في عمر دوله لا كيف رمشة وامضى في حياة بشر إنسان صح. وعليه أنا نعتبر أن البلد فاصل في يخلق له أمل للشباب، فيه للشباب هو المستقبل، ويا الله وهذا الأمل يا الله تعود فيه مدرسة موحدة. أنا هذا ومثالي من مجيلي قرينا مدرسة كانت ظروف المادية تكاد تكون معدومة. أنا سنواتي الأولى في الابتدائية كنت قاعد تحت مع نظرائي مع زملائي في الفصل قاعدين، وكلنا ما نعرف كانكم تفيقوا على كياس الورقة، ما حد الورقة تجي في كيس عشر كيلوات، كان هو طابرة اللي يكتبوا عليها ونديروا تحت كرن، والكرن قاعلات بعد بهم حتى يعود لا دفتر واحد والله اثنين، القلم يعود لا واحد، ولا كثر واحد منا عنده قلم أحمر معناه أنه عنده رواية كبيرة. المواد والبهرج ما هو الأساس، الأساسي هو الجوهر. جوهر المدرسة الجمهورية أنا ذاك كان أولا بعد قاعد أنهم وحدة جميع أولاد موريتاني، إحنا قرينا مع جميع أولاد موريتاني واصحابنا معاهم، وكنا نقسمهم في ديارهم ويجونا في ديارنا ونلعبوا في بليده. اليوم للأسف الشديد وهذا ما يرضى هذا بالضبط ما تسعى المدرسة الجمهورية من الحديث ما يرضى نجعله من نقوله أن اليوم فم بحكم المدرسة اللي عاد حكم المدارس موازية بعضها البعض، ناس البعض منها يقرأ في مسار معين والبعض من الناس ما تأتي بجابرة ولا تأتي مصطحبة. قال لي ولا ينختم عند هذا، قال لي صديق لي من 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 أحد مكونات الشعب الموريتاني، قال لي إنه قط دعاه صديق له لحفل زفاف في مسجد عقد، وجيت قال لي حكم ان كنت انا هو الوحيد من ذيك الفئه في الجماعه اللي ذيك، وعاد البعض يخرصني باستغراب، الناس ما تات مجابره وهذا خطير، هذا خطير، هذا يا الله يا الله يا الله استرجعوه، وهذا مو مسؤوليه الدوله وحدها، لكن عدونا زيهين مع الدوله ومع الحكومه، هذه مسؤوليتنا كاملين طبعا، يا الله نبذل فيه جهود، يقير الدور الاكبر والمسؤوليه الاكبر عند الحكومه، به اللي هي اللي كيف قال الاخ الكريم بينها عقد مع الشعب الموريتاني، وهي اللي تم انتخابها، والله انتخاب بعد رئيسها وبرلمانها واغلبيتها، معناها ان المسؤوليه كبيره، وعليه عيد الاستقلال فرصه طيبه لان نذكروا استرجعوا هاي المفاهيم اللي هي ويسترجعوها بغبطه طبعا، ما يلا تعود مولي عيد الاستقلال ما يلا يكدر عليه بياسر من النقد وياسر من هذا، به اللي عيد فرح وبهجة صحيح. وأنا بعد نتمنى أنه يكون كذلك دائما، ونتمنى الخير إن شاء الله. أمين. أستاذ ما تحدث عنه أستاذ غريب أستاذ الإمام، قضية الوحدة الوطنية، قضية الشعور بالانتماء للوطن، أمل الشباب، هذه قضايا مهمة لأي وطن لأي أمة، لا بد من أن يشعر المرء لأنه ينتمي لوطن، هذا الوطن عزيز عليه غالي، حتى تسهل تضحية سبيل هذا الوطن. الحديث عن خطابات تصدر من هنا ومن هناك تحاول أن تؤثر على الوحدة الوطنية، تحاول أن تدس السم بين فئات، كيف يمكن أن نستغل عيد الاستقلال في
تقديم خطابات، ونحن الآن بصدد ذلك في خلال هذه الحلقة وهذه الندوة، خطابات وآراء وحضور لمنظرين يحثون على ضرورة الوحدة، ضرورة أن يكون الشعب يدا واحدة في ظل هذه التحديات التي يعني نطع على غرار بلدان العالم. كذلك الشعور بالانتماء للوطن، تعزيز الانتماء بالوطن، أهمية المدرسة الجمهورية، أهمية أن ما تحدث عنه الأستاذ أن يكون الشعب كتلة واحدة، أن في كل فئاته يعود عندهم روابط وهم قنوات للتواصل مستمرة تبدأ بالمدرسة الجمهورية وتستمر مع مراحل التطور. أنا أشكر زملائي طبعا وأساتذتي بالأحرى لأن نقولهم أني أتقاسم معهم هذا الهم الوطني. أكيد أن الاستقلال وقع في يعني في ظروف من نشأة الدولة، وعن المؤسسين لا شك عنهم أبطال بنظري أنا بعد عنهم أبطال قبل الاستقلال في ذيك الظروف، وكان الاستقلال تحت خيمة وكانت مثلا البنى التحتية غير موجودة، ومع ذلك استطاعوا عنهم يبنوا دولة. هذا بحد ذاته كان تحدي نجحوا فيه الجيل الأول من بناة هذا الوطن، وقطع عنهم تقدموا أشواط كبيرة في دعوة الناس بعد قاع الإقبال على العلم والإقبال على تعلم قيم المدنية، لأن نحن نقدر نقولوا عنا دولة نشأت بدو رحل، كنا مجرد فرقان وما عندنا مفهوم الدولة كما في العالم الآخر. كيف قالوا لك 62 سنة في عمر الشعوب لا تذكر، فما يعني وفي عمر الدول. إذا نحن دولة نعتبر ناشئة حديثة نشأت منذ الاستقلال واتجهت إلى أن تصبح دولة مدنية لها أولا، بعد قاع مفهوم الدولة هذا المفهوم كان غائب بدو رحل. صحيح لدينا قيم كبيرة وعظيمة تجمعنا، وأولها طبعا هو الدين الإسلامي، وهو هذه القيم التي كانت تربط هذا المجتمع من قيم كانت ربما تؤطره وتوجهه إلى أن يكون مجتمعا فاضلا ويمجد قيما يعني معينة. ولكن ما قدوم اللي نقوله عما كانت فم طبعا يرث عندنا في ذيك الأمور اللي جاء الاستقلال، وكانت فينا كما دول المنطقة كاملة كانت تعاني في ذيك الفترة من ذيك الأمور. مع تقدم الدولة طبعا جاءت الدولة بالتحرير وجاءت باسم القوانين اللي يكرس مفهوم الدولة ويحث على المساواة، من أولها هو قانون تحريم مثلا العبودية وذا كامل اللي خلق في الثمانينات واللي تم تبنيه، ولكن نعرفون احنا كاملين عنه ما تم يعني تنفيذه بالشكل اللازم. ولكن مع الدولة تم مثلا يتعزز وتقطع خطوات، وطبعا عن في إخفاقات. أنا أتقاسم معكم هذا الهم الوطني عن هذه الدولة مرت ربما في فترة معينة من وجودها ومن تشكيلها ومن قيامها بتحديات كبيرة، ربما لو كنا مررنا بمسار مختلف كنا الآن في مكان آخر. ولكن نحن دولة ناشئة، وحتى المدنية جديدة علينا، حتى العلم الحديث جديد علينا. لا تنسى عن في الستينات يا أساتذة الأفاضل كانوا ناس دكاترة وعلماء ومهندسين في العالم الآخر، نحن كنا ما عندنا حتى الناس ما عندها مدارس، فما بالك به. ولكن من أين جاء هذا جيل التأسيس؟ نحن كاملنا نحترمه لأنه أولا قبض الاستقلال وبدأ يرسخ المدرسة الجمهورية والمساواة حتى في أبسط الأمور كيف ما قال لك الناس اللي قرات، وحتى قاع نحن دركنا على الناس بعد كانت على الأقل في ظروف مدارس متساوية وكانت مجانية، وكانت الناس كاملة توجه للفصل في ظروف حتى تحدث عن مضمون هذه المدارس، كانت ظروف بسيطة طبعاً غير كان على الأيام القديمة طبعا كانت الإمكانيات بسيطة حتى، ومع التطور طبعا عن ابتنات مدارس وخلق قدر من البنى التحتية، وتم لازم ذيك المدرسة الجمهورية اللي جامعة ورا ذاك خلق هذا الانفلات والفساد الكبير في هذا اللي قالوا التعليم. وكأي وطني في أي مكان من هذا الوطن أو في أي موقع من موقعه لا بد من يعود يحس بهذا الشرخ اللي خلق وبهذا الفساد اللي خلق بالتعليم وبهذا، وهو اللي متباركة ورك الدولة مع أنها تصلحوا باش بعنا ترجع لمفهوم المدرسة الجمهورية وتحاول تفرضوا تشك يعني تعدلوا واقعا ملموسا. طبعا في تحديات مدلها 20 سنة هي يعني ماشية على نظام معين وعلى مدارس حرة وعلى نمط تعودت عليه الناس ومشات فيه، من الصعب أنك تردها للمدرسة الجمهورية الجامعة. لكن أنا ظهر لي عن ذكرى في حد ذاتها تجمع جميع هذه المفاهيم من وحدة وطنية من مساواة من, 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 من الرجوع لأبناء الوطن الواحد في مكان واحد. أنا ظهر لي عن من
من أكبر قيم الدولة اللي يالتنا نحافظوا عليها هي بعد قاع وحدتنا. وعن ما دامت الدولة نحن اليوم قانوننا متطوع. دول الموريتانية أنا بعد شاكة عنها اليوم وحسب اطلاعي عنها يعني موقعة ومتبنية أغلب القوانين اللي في العالم في مجال الحريات وفي مجال القانون وفي مجال حتى ترسانة القانونية ترسانة القانونية الموريتانيات جيدة يعني وتبنات وصادقة. لكن البعض يطرح إشكال التطبيق. أقول لك دائما هذا هو اللي جاي تكفي. هذا التطبيق الصا ماذا يحتاج؟ الدولة وحدها ما تقدر تشتغل من يعود المواطن من راسه دأب على الفساد وترسخ في راسه وعاد ما بيعدله. الدولة والمواطن لا بده يتعاونوا ولا بده يحسوا بالهم الوطني اللي الدولة طبعا كمنفذ يا الله تقبل الآليات وتطبقها بصرابة، ولكن المواطن زادوا يلتو يشارك بتطبيق هذه الأمور وتعزيزها وتطبيقها على أرض الواقع. وظهر لي عنها والخطابات اللي تكلمتوا عنها لا تخدم، بالنسبة لي أنا بعد شخصيا ما تخدم هذا التوجه اللي ندوره وهذا الانسجام المجتمعي اللي ندوره وهذا والوصول للقضاء على ذيك الممارسات كاملة وعلى ذيك البقايا اللي عندنا من 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 الأمور الغير محببة واللي تفرق مجتمعنا. ظهر لي عنا نقدو نطبقوا ليلات حمينا كاملين ونبذنا عنا هذا الخطاب ودرنا في بلو خطاب راقي، خطاب يخاطب العقول، خطاب خصوصا نحن في عيد الاستقلال يالتنا نرسخ القيم الوطنية، قيم الدين اللي يجمعنا، القيم الجامعة، قيم تطبيق هذه القوانين والتعاون على تفعيلها بشكل صحيح، وعنا كاملين نعود مع القانون ونعود ضد الممارسات السيئة اللي كانت تعدل والله اللي مترسخة في المجتمع. ما نقدر نقول وأنا لا واحدة منكم عن مجتمعنا اليوم ما مترسخة فيه عادات سيئة ومتمكنة من المجتمع للأسف، وحتى من المثقفين وحتى من الناس اللي يجب أن تعود قادة رأي وقادة تغيير تراها للأسف يعني تغض الطرف والله قاعد تساهم وبعض ترسيخ هذه الأمور. اللي نقدر نقول لكم الله عنكم قاعد كامل دور تعودوا شاهدين عن الدولة باذلة جهود في هذا المجال وعنها مقوية ترسانة القانونية في هذا المجال وعنها مولي سعات لعنها تتبنى خطاب وحدوي جامع، خطاب من المساواة والعدل، خطاب من نبذ نبذ مثلا الطبقية والعنصرية وكل شيء، خطاب من تمجيد والله أعطاء قيمة الإنسان على ما ينتج وعلى عن الشخص المنتج، وهذا هو اللي يلا عن يلا تعود قيمة المرء ما قد كان يحسن ومصحق ما هي قيمته تعود قيمة مكتسبة ما بلا عن التفاضل طبعا طبعا تعود قيمته بماذا قدم بما قدم لهذا الوطن، تعود قيمته بعنا نحترم الحرفيين وتعود قيمته بعن الناس تتوجه لعنا تخدم وطنها تخدمه من جميع المجالات. نحن اليوم فعلا مجتمع كسول، مجتمع يستقطب جميع المهام اللي يالتها تعود مغطية من أبناء الوطن متخلين عنها ومتكبرين عليها وواحدين يجوا مد أخرتك تسحنا وتقبل دول يعني القيم اللي يالتها ترسخ واللي أشار عليها رئيس الجمهورية واللي ظهر لي عن الدولة بعد ذلك ماشي فيها ألا عنها ترسخ قيمة الإنتاج وقيمة العلم وقيمة هذه الأمور كاملة. لا عندي نقطة شوي بعد أن نكون نضيفة هذا اللي فارين قالوا التشاور والتهدئة لا نقول عن هذا زادهم ثوابت لا يالطنا نتحدث عنهم بزهو في عيد الاستقلال لأن كنا فاقدينهم وقطع عنهم في هذا العهد تعزوا وخلق قدر من التشاور أخير منه هذا التشاور اللي خلق اللي كانت رئيس وزارة الداخلية ومهنئة بالمناسبة عليه الأحزاب السياسية زملائنا ومهنئة عليه وزير الداخلية لعنهم قدوا لي أول مرة ظهر لي عنهم بأغلبية يعني ساحقة عنهم يتوافقوا ويطرحوا قانونهم في البلاد ويتوافقوا على شيء بإجماعهم، وهذا مفهوم الإجماع ومفهوم الاستماع ومفهوم يعني تقارب مع الآخر ومشاورته ومفهومهم اللي التهدئة بين الطيف وعدم الشيطنة وعنا يعني برامجنا وعنا أمورنا يلا تتعود اختلاف برامج ودفاع عن برامج ومنافسة في البرامج وليست منافسة تقتل الوطن وتخرب الوطن وتعود على حساب الوطن. ظهر لي عن لا بعد ذاك المديون في ذلك أستاذ نجمع جميعا لأن وطننا في المرحلة بحاجة لتواصل وحاجة لانسجام وحاجة لقنوات تواصل بين طيف المجتمع فئات المجتمع ككل. في ذاك الإطار انطلقت مدرسة الجمهورية في سنتها الأولى ابتكار سنة أولى
أو هذه السنة باتت في التعليم العام فقط، هي محاولة لإرساء مدرسة جمهورية تجمع الموريتانيين على نفس طاولة ونفس المناهج، وأن لا يكون للمستوى الاقتصادي المتباين دور في مراحل تكوين النشأ. هذا التوجه الوطني والهدف الاستراتيجي الوطني الكبير هو هدف الجميع، كما يكرر القائمون عليه من طرف الدولة، يقولوا عن المدرسة الجمهورية ما هذا تحقق مع تهم أمة وكل مساهم فيها. كيف نجعل نخبنا مختلفة، سواء كانت نخبة سياسية ثقافية إعلامية إلى آخره، هذه النخب تساهم في إرساء هذه المدرسة الجمهورية، إرساء قيم المدرسة الجمهورية، عدم احتقار المدرسة الجمهورية، عدم الالتفاف على مساعي مدرسة الجمهورية. كيف يمكن أن نستغل هذا في هذه الظرفية ونحن نتحدث عن الاستقلال؟ وعادة الحديث عن ذكرى الاستقلال هو مراجعة لما تحقق وما يجب أن يتحقق. شكرا. المدرسة الجمهورية كما أشار الأخ الإمام هي ليست وليدة اليوم. المدارس الأولى اللي تم افتتاحها في موريتانيا كانت تجمع بين فئات المجتمع بألوان طبقات. أنا حدث انقطاع من مراحل معينة، انقطاع فعلا، ولكن فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه ترشحه فيه تعهد صحيح في قضية المدرسة الجمهورية صحيح. ونلاحظ أنها تم افتتاحها هذا العام، وشاهدنا على التلفزة بنيتها والزي الموحد وعدم شعور الأفراد اللي من طبقة فقيرة أو كذا بأن هذا ملبسه جيد وذلك لا، هو زي موحد ودروس موحدة. طبعا من حيث المحتوى إذا تم تطوير هذا البرنامج وهذه الخطة التعليمية فإنها ستكون بديل، لأنه هو البديل، ما يفرصة هو لا تعود فيه تلبية الحاجات ديك اللي كان يدور. هذا بالضبط هو قبل من العادي الله تعودهم قناعة على المستوى الفرد واهتمام البرامج. عندما تكون البرامج محتوى التكوين محتوى مقنع للآباء وللملاحظ العام أن هذه البرامج من شأنها أن تكون مخرجاتها أطر مكونين والتلاميذ على مستوى أن يواصلوا مرحلة الموالية من التعليم، إذا كانت ثانوي جامعي، إذا كانت ابتدائي معناها إعدادي مثلا، معناها كل مرحلة تكون مخرجاتها تؤهل الطالب أو التلميذ إلى المرحلة الموالية بجدارة. وفي الحقيقة الطلاب الموريتانيين، وهذه يجب أن نتذكر أنها من حسنات ربما التعليم في الماضي، لم يخيبوا الظن لأهاليهم ولا للدولة، بدليل أنه ما من دفعة تم توجيهها إلى الخارج وفشلت في التعليم، غالبا يتصدرون حتى تلك البلاد. هذا معناه شنو؟ معناه المحتوى والبرامج هي منافسة، والمتخرج منها يمكن أن يواصل تكوينه، بمعنى أن إذا استعدنا هذه القيم وبنينا مدرسة جمهورية حقيقية فإننا سنخلق تكوين. ويجب أن نتذكر أن التعليم هو أساس التنمية. التعليم احنا كمسلمين حثنا الإسلام على التعلم، لأنه أول ما نزل من القرآن هو اقرأ. إذن نحن أمة اقرأ كما يقال، معناها أنه هو في هذه المسألة متجذرة في قيمنا الدينية. وأشكر الإخوة الذين سبقوني على القيم أنهم تذكروا القيم التي توصل إليها الآباء المؤسسون للمؤسسين للدولة الموريتانية. هذه القيم هي شرف إخاء عدل. الشرف يتناقض مع الفساد ومع سرقة المال العام، تناقض مع الشكال ما هو مضبوط. كيف نقول أن الشرف موجود وهنالك سرقة، هنالك اعتداء على الأموال العمومية؟ إذن هذا الشرف هنا ما تحقق. الإخاء، كيف نقول بأن الإخاء موجود وهنالك شيطانة وهنالك
عبارات لمز وغمز وغمز ولمز وحتى ديقات، هذا إذا الإخاء ما تحقق. العدل ينبغي أن نتذكر أن أساس الملك هو العدل، وينبغي كذلك أن نتذكر بأن العدل والعدالة هي محور أساسي من برنامج اللي كنا نتحدث عنه اللي هو تعهدات. وينبغي أن نتذكر أننا قطعنا خطوات لا بأس بها، لا بأس بها، وأن نعتز واللي إحنا ما يلصنا نجلد ذواتنا عندما نقطع خطوة جيدة. ينبغي أن نقول هذا جيد حتى ذلك يكون حافز لي. مثلا سأعطيك مثال، أنا اطلعت منذ عدة شهر 8 شهر أوت أغسطس، أغسطس صدر قانون للتوثيق، قانون للتوثيق في موريتانيا لأول مرة يراجع القوانين. أول قانون للتوثيق في موريتانيا كان صدر سنة 97 واستمر بدون كم 97 و22 هذه فترة كثيرة أكثر من 20 سنة. هذا لا يجوز أنك يبقى عندك هو القانون ينبغي أن يعكس الحياة الاجتماعية في البلد. طيب ما تغيرت الأمور، ما كثرت الجرائم، لماذا لم فبقي بدون؟ المهم أنه تغير الآن. هذا القانون الجديد للتوثيق هو من أرقى القوانين الموجودة حتى في المنطقة الإفريقية. مثلا أنا كنت في الشهر الماضي أحضر إلى في ندوة في بنه، وشارك في وفد يرأسه الأمين العام للهيئة الوطنية للموثقين. وأثناء تواجدنا في هذا المؤتمر ناقشت مع أحد رؤساء الهيئات التوثيق الإفريقية مضمون هذا القانون. قال لي أنا طلعت على قانونكم من الشبكة الإنترنت وقرأته، وجدت فيه مبادئ التوثيق. المادة 6 من هذا القانون تنص على مبادئ التوثيق، هذه أرقى مبادئ موجودة في جميع القوانين الإفريقية والأوروبية. يعني كانت صياغته في غاية الجودة، بمعنى أنه إحنا فعلا أحيانا نخطو خطوات، فينبغي أن نذكر ما هو إيجابي منها حتى نبني على تلك الخطوات خطوات جديدة. الحديث عن الاستقلال وعن الدولة هذا يستوجب ضبط الحديث عن الأحزاب السياسية وعن دورها في الدول وفي إرساء ديمقراطية وإلى آخره. دور الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية تعتبر مدارس تخرج الأجيال، تكون شباب، تضبط مشاعرهم، تهذبهم، تعلمهم النضال وممارسة الحق المشروع. كيف يمكن أن تلعب الأحزاب السياسية دورها في إشاعة هذه الخطابات التي كنا تحدث عنها، خطابات التي تخدم الوحدة الوطنية، تخدم قضايا الوطن، الخطابات التي تنتقد مكمن النقد وتثمن مكمن التثمين من الذي يجب أن يثمنه، خطابات واعية بعيدا عن خطابات التخوين والدعوة الغير واقعية وحتى الغير مصيبة التي لا تخدم الوطن. كيف يمكن أن تلعب الأحزاب السياسية دورها سواء كانت أحزاب أغلبية أو أحزاب معارضة مثلا، وحتى إن كانوا مستقلين من يمارس السياسة مستقلا، كيف يمكن أن نشيع في ظل هذه التهدئة وهذا التشاور هذه الخطابات، خطابات معزل وحدة الوطنية الحاثة على القيم، الحاثة على ضرورة أن يكون الهم الوطني هما مشتركا، وأن يكون الحرص على الوطني هدفا للجميع ومنطلقا لطريق المجموع. شكرا. أنا أولا في المعارضة الديمقراطية وثمن قدر من الخطاب والأفكار اللي عبروا عنها الزملاء هون متعلقة بسهرة على الوحدة، وحدة أن الشعب بدون وحدة ما يقدر يحقق شيء أسوأ، وهذا مهم جدا. ثانيا فيه فكرة أساسية وعبر عنها متعلقة أساسا بهذا اللي قالوا المواطنة، أن المواطنين يعودوا سواسية كاملة ومحاربة التمييز. ظهر الإعلان تخليد عيد الاستقلال فرصة للتأمل والتركيز على اللي مازال خاص في مسيرة بناء البلد، وظهر لي عن يلا يعود فهم التركيز قوي لخطاب يهدف إلى تغيير بعض العقليات اللي
عائق في مسيرة التنمية. مثل ماذا؟ مثل القبلية، مثل العنصرية، مثل يعني فيه قضية أساسية وهي الفساد، هذه مسألة أساسية. وأذكر شيء من خصال الجيل المؤسس، سمعت رواية عن أبي الأمة المختار الدرداه عنه وصلان رحمة الله عليه، لين يسافر يجبر هدايا يعطيها للدولة، وعنه مثلا عنده نوع من الاستقامة وتمييز بين ما هو للشخص وما هو عام، وهذا مفصول فيه اليوم، مفصول فيه اليوم به اللي فهم نزعة قوية جدا مخصرة على الوطن، وهي ظاهرة قاعة في إفريقيا والعالم العربي. هذا بالضبط أستاذ دور قناعة الفردية مثلا، أن يكون موظف وأن يكون حتى المواطنة المواطن العادي، عقليات احترام الملكية العمومية. مع الأسف تجبر موظفين ينحسبوا على رؤوس طبعا مشتهرين بها، هذا عاد عنده كيف عندهم قناعة حتى لهم؟ هو خريجين أحزاب سياسية هو الموظفين، لا لا موظفين خريجي ثقافات، كيف نجعل ثقافتنا المحلية وخطاباتنا تعزز قيمة الأمانة، قيمة التضحية من أجل الوطن؟ أنا قلت لك عن لا بد أن من ما خلنا من تخبط في مسار الحكامة، أبدأ معت عندنا حكامة واضحة وثابتة ومقنعة، وهذا المسؤولية الكبيرة فيه كما قال زميلي اللي عندهم السلطة. حد عنده السلطة يعطي المثال الأحسن في الاستقامة واحترام، حتى مثلا اذا كان في رأي سياسي إذن وكان اذا هذا ما هو قناعه فرديه، يعود محاربه. طبعا غير القناعه الفرديه لابد منها، وتتأتى من التكوين في المدارس، اذا يا الله ربوا لجال على ذا، تتأتى من التعاطي بين المكونات، مكونات الثقافه المجتمعيه. المجتمع كما قالت الاخت فيه امراض اجتماعيه، من الذي يقاومها؟ لا يتقاومها إلا النخبة الحاكمة أو النخبة في الحساب السياسي. إذا النخبة لابد لها معات متعلقة حقيقة يوميا بمفاهيم جديدة، المواطنة والاستقامة والوطنية إلى آخر ذلك، هذا لابد منه. وتقود الناس اللي عندها السلطة ظاهرة وقانعة الناس كامل عنها ومنهجها وماشي فيه، اللي عدل مثلا في قانون مكافأة، حد عدل شيء زي المكافأة والعقوبة، حد عدل شيء مبدأ المكافأة، يلتقود ثابت يقود منهج إصلاح ومنهج وطني ومنهج بناء دولة حقيقية، هذا ضروري. وهل يعني كما قلتم الأحزاب السياسية مؤسسات، حزب سياسي مؤسسة معناها أن عنده مشروع مجتمع اجتماعي صحيح، يالت ذاك المشروع المجتمعي يشرح، ويالت يعاون في تغيير العقليات، ويالت يعاون في حل المشاكل المطروحة كاملة، سواء كانت مطروحة بالمحدة الوطنية ولا التنمية الاقتصادية ولا التنمية الثقافية إلى آخر ذلك. إذن وهل يعني الأحزاب السياسية دورها كبير، ولكن الأحزاب السياسية كمؤسسات لا بد ما نخلق لها جو، ذاك الجو تخلق الدولة، دعم الأحزاب السياسية واحترام الأحزاب السياسية، وذاك اللي متفق عليه كما قالت فيه مكسب أساسي، وأنا نعتبر مكسب للشعب الموريتاني ومن قيم الاستقلال، من قيم الاستقلال على مدة تعود عندها قرارها في سيادتها وتحل مشاكلها، ما تحاني حد خارجي يقولها لها. هذا كان مهم جدا، الموريتانيين توافقوا هذه مسألة أساسية، هذا يا الله يندعم، يا الله ذاك اللي تم عليه الاتفاق يحترم، لياك يحفز الأحزاب السياسية، ويا الله تؤدهم لقاءات دائمة، ويا الله تؤد فهم قوانين متفق عليها ومحترمة. إذن الله لي عن هذه المسألة الأساسية، الله لي لأن يا الله اليوم خطاب يطقاله رئيس الجمهورية بذ فيه خطاب ودان، خطاب ودان هذا أساسي، هذا نوع من الخطابات صحيح. مهم جدا أن يتبناها رأس ويعطي أمل كيف قال، ويفتح آفاق صحيح للتغيير. غير مولي لابد من فهم إجراءات ملموسة ميدانية تعطي الثقة به اللي كي قال الزميل، في مسألة أساسية لابد ما عاد في ثقة بين المواطن البسيط وأصحاب السلطة الحكومة، وذيك الثقة لا تتأتى لا من الممارسة اليومية، لابد من إجراءات إصلاحات حقيقية في المجال الاجتماعي اللي فات وعدل يقوى، لا يتقاوم مثلا الفقر، ولا يتقاوم التمييز، ولا يتقاوم عدم المساواة.
على سبيل المثال انا اعطيت مثال قبيل هام جدا باللي شفت عنه عنده قيمه هذه شركه توزيع الاسماك. انا بالنسبه لي عندها قيمه وانا اذكرها من بين الاجراءات الاجتماعيه المهمه جدا. يلاها تقوم ويلاها نعطاو لها الوسائل ويلاها تراقب بها اللي اثرها للناس الضعاف واضح. اذا هذه الاجراءات يلا ينقام بها. يلا اليوم في مناسبه عيد الاستقلال ينقبوا اجراءات مولي قويه تنعت اللحمه الاجتماعيه واضح وتنعت مقاومه العنصريه وتنعت مقاومه التمييز عن طريق زيارات عن طريق لقاءات عن طريق هدايا مثلا اجراءات تمتن من المحتوى الوطني. في نفس المحور نفس الموضوع ضروره تكوين مثلا المساهمه في التكوين سواء كانت المكونه المكون حزب سياسي او جمعيه ثقافيه او الى اخره، ضروره تلعب النخبه دورها في اشاعه هذه الثقافه وهذه الخطابات، مثلا ان يكون المجتمع يجرم من المفسد مثلا، هذا تكون قناعه مجتمعيه، ان يجرم مستهتر بالوطن، غير مقدر للوطن، الخائن حتى، حينما يكون هذا الشخص محاصر مجتمعيا سيتبنى هو الموضوع ذاتيا، وحينها يسهل معالجه الموضوع بقرار سياسي والله قانون رادع مثلا. ما دور النخبة في هذه المرحلة من الوطن في تعزيز مثل هذه القضية؟ دورها مهم يا غير سابق نرد على جوابكم بصفة مباشرة. نختار نذكر من جمهوريتنا هذه العزيزة اللي اليوم الحمد لله هي نحتفل بذكرى استقلالها 62 وهذا مهم، انها النظام السياسي نظام رئاسي. وراني وشاطر زميلي في الرأي باطل القائل بأن لاحقنا مولي عندنا نحدوا شكل نمط اللي نختاروا نسيروا عليه. يلا شدوا أخبار وعلى ذكر الحوارات والمشاورات يلا تشتد أخبار بصفة عامة على مستوى الأحزاب وعلى مستوى النخب خيارات جوهرية تتوجه وراء موريتانيا، خيارات اقتصادية بنيوية واضحة المعالم، خيارات ثقافية. أهل الأوان نعرفوا إشكالية هذا لا قوس إشكالية العربية مع 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 اللغة مع اللغة الفرنسية على سبيل المثال. إحنا نقول لغتنا العربية لغة هي اللغة الرسمية، وأنا قديما واحد من أهل الإدارة، الإدارة اليوم حد ما يعرف اللغة الفرنسية ما لا يبقى على الهامش تقريبا والله بعد لا يتمينوش لا الناس ما نعرف كان الناس خبرية كاملة في النوش لا يتمينوش الإدارة. نرجع لسؤالك الكريم، احنا نظام رئاسي والنظام الرئاسي شخص رئيس الجمهوريه فيه جوهري دوره محوري، هو قائد السفينه، هو ربان السفينه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اصلح حكما الامه ذاك اللي اعطى عليها ما نعرف كانوا سنه ماني سنتين وست اشهر هذا قليل قومها دارها على السكه كيف نقول اليوم. الاراده اللي تعود موجوده لدى الشخص اللي يراس البلد طبعا معاونيه وبطانته والنظام والشعب هذا كامل مفيد وروافد لا يتساعدوا في هذا. غير لابد من يعود فم اراده. وانا بعد لمست في خطابات رئيس الجمهوريه سابق يعود رئيس كيف ذكر الاخ قبيل في خطابه للترشح المست ذيك الإرادة والله ذيك الرغبة وقطعا نهاية كذا عليها في خطابة بعد ذلك وقطعا نهاية التهدئة اللي جاءت مولي انها مفيدة غير كرشي كبيرة في الإصلاح وكرشي كبيرة في وياكو قاع يلا يعودوا كاملين ولا نجاملوا باللي اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام ضحكينك والصديق وذاك اللي يبقي الوطن ذاك اللي يذكر دخلك كيف قالوا الزملاء الاخوه الكرام يقارن من اللي يذكر ذاك المزال ناقص. والوطن فاصل في نقله نوعيه. وطننا هذا العزيز فاصل في في في, في الحداثه فاصلين في ندخلوا القرن ال 21 اللي احنا فيه مثلا عندنا حكمنا لا نعود تقريبا في خمسه والله دخلنا ربعه. يلا ندخلوه من باب الواسع يلا ندخل الحداثه يلا نبدا نطور بلدنا. وراني ماني من دعاة الحداثه العمياء اللي ملاها لا يترك هويته روحه وثوابته لا بالعكس يا غير خذ من الحداثه ما هو ايجابي. نعرف ان خالقه دول اثبتت ان الحداثه على سبيل المثال اليابان ودول اخرى اثبتت ان ما هو متناقض
لاحقنا عدنا ندخلوا الحداثة، يا الله عدنا نطور بلدنا. مظاهر اخوتي الكرام اللي نأخذ وراكم للتلفزة الوطنية، مظاهر الشاعر الموريتاني ما 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 هي ما هي مريحة، الفساخ ما هي مريحة. هذا من قلة النظام والفوضى العارمة في نظام السير، ما هو مشجع. أنا عيت ندير باللي ندير راسي باللي قطعشت في الخارج شوي، عيت نصور ندير راسي بالأجنبي، عيت نتعاقب مع أجنبي أنا نسوق سيارة ويسوق سيارة ونزرق عين عليه، والله شوف ولا يقطع شارع، ونصور اني نحاول كاني نصور نظرتوا شارعنا، نظرتوا لإدارتنا إلى أدخل إدارة، نظرتوا لتعامله مع 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 مسؤول بإدارة، والله إلى آخره. هذه أمور لاحقة عادت تطور ولاحقة عادت تنعرف الشيء. دور النخبة لا محالة أنه دور مهم، ولا محالة أنه دور ريادي يالله يعود بيالي هي 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 تقود رأي وطني. غير النخبة للأسف الشديد، وهذا يالله نعترف به ملي من ضمن الأمور الأخرى، لا عز بنا عزت بعد يمشي إلى الأمام. لا تكبر الكرس، ظالم لأنها لا استقالت نوعا ما، والله يا واجعة اقبض البعض منها طريق ما هي مسقمة. قال لي مولانا انه الله هو ما يقرا لك شرف الاول اللي في والله ما نعرف، والله ما دبكاها، والله رصف خارج شيء من نخبنا للاسف الشديد. تراه يتملق، تراه يسير مع الـ مع الـ مع جميع الاتجاهات، ويقول اليوم شيء يقول الصفح عكسه، وتراه يكاد يكون قاع الوطن ما هو طارح لبلد، وهذا بعد ما هو يعلم مولانا ما هو ديران ما هو تنعات باطل. نحترم الجميع ونحترم آراء الجميع، يا غير الله باقي فيا إن طاقاتنا وجهودنا وذكائنا. أنا مع الأخ الكريم اللي يقول إن ما قط مشينا تلميذي في بداية البدايات، مشينا شور كندا كانت تستقبل منا ياسر، مشينا شور الاتحاد السوفيتي وفرنسا والمغرب، وشنه ما قط مشات منا جماعة شور جيها ما رفعت روسنا. ومع هذا تجد الناس اللي تكونت في أرقى الجامعات العالمية إليه ترجع وتلترق ذلها، إذا هي اللي تقلع القشرة الفوقانية قشرة الجامعة جامعة الكندية، تجبر تحتها القشرة الحقيقية اللي هي الجلدة الحقيقية اللي هي القبلية والجهوية والمحسوبية. لم يبقى من الوقت كثير أستاذ، زين عندي 5 دقائق وزعم بينكم بعدها إن شاء الله تعالى. احتراما لك المبدأ اللي بادئنا، لا نعطيكم كلمة أخيرة فقط دقيقة تبقى لي نص دقيقة نختم. تفضل أستاذ. وبعد ذلك تختارك تعطينا شوية. أو تفضل قبل دقيقة إن شاء الله. لا خاصة شوي. له نقول عني أنا بعد قاعد سعيدة بهذا الجو اللي نحن فيه، اللي نناقش اليوم مشاكل وطننا وكيف نعزو قيم الاستقلال وكيف نلقاو فيه بجو من كلنا سامع له وكلنا هدفه هو رقي الوطن، والله لي عن هذا مكسب. يلا نعزو ويلا حافظوا عليه وقدموا، هذا لا شك عنه. هذا برؤية سياسية، وراني ما نبغي نزايد لعله تقولوا عنه التملق، والله ما هو تملق. احنا رئيسنا هذا اللي مقتنعين بمشروعه، ولا شك عنكم المستو كاملين ترحيبه بالآخر وانفتاحه على الآخر ومشاورته للآخر. وكيف قلت عن الأحزاب السياسية، هي مشاريع مجتمعية من أجل تطوير المجتمع، ويجب أن تتبارى بالنسبة لبعض ظاهري عنها هي بعض هذا برامجها من أجل تقديم هذا الوطن والقضاء على كامل اللي فيه من الاختلالات. ولا يالله نعود احنا بيننا في حد منا يقدر يخون الآخر ولا يشكك وطنيته ولا غيرته على الوطن، لأن كله من ميزان من رؤيته هو اجتهادات أهلا لا هو مولي مؤتمن في ذاك اللي يعدل. نختار نتكلم عن الفساد، نحن لا معكم. الفساد كان مستشري وفي الفترة السابقة خلق قدر من الفساد، وجات الديمقراطية وجمعهاش من الفساد يعني غير مسبوق. نحن اليوم نقولوها معاكم، ما أنا مثلا جاحدينها، غير الله اللي مولي عنكم اللي تعودوا منصفين تعرفوا عن هذا الحكم، ولا نبغي بعد نعودون في موقف الدفاع بقدر ما نعود موقف عن يقول الحقيقة عن مبارك معاه من أكثر الأوقات اللي شفنا فيها محاربة الفساد، واللي قدموا فيها خطوات مفتشية الدولة وتبعت للرئاسة
وانتعت عن مثل مقبول الفساد في الإدارات والرئيس من نفسه كيف ما قال خطاب وادان اللي نادى لو سمحت شوي قوس كيف ما نادى بالمساواة بين المواطنين وإلغاء الفوارق نادى كذلك بإصلاح الإدارة وبعن حد ما هو قاد يعود مصلح خلي بالو لحد ماشي بهذا عنه يخلي بينه واضح. نختارت ننبه على قضية الشباب لأن الشباب نحن دولة فتية ونحن دولة شابة ولا بد أن يعود للشباب دور فيها كبير وهذا الرئيس مهتم بالشباب بشكل خاص وعد له برامج كبيرة ويالطنا كاملين نتعاون عليه يالطنا أن نبدأ هذا جو التهدئة والتشاور وقت أستاذ وقت انتهى شكرا جزيلا في جميع الأمور شكرا. أنا نتقاطع مع الأخ الإمام زوجته القائد عليه مسؤوليات كبيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قضى قال له مشيلين عاد قال له الخليفه الخامس خليفه الراشد الخامس ابو بكر الصديق خليفه الراشد الاربعه ويضافوا له ينضاف لشده عدله وهذا هون قالوا اخونا يشير على اهميه القائد ظاهر الاشاره في بلدها يا غير باش تعود في بلدها يلا تنمولي منين التلاوة نرد الرواية للموضوع اللي هو موريتان وقيادتها والفترة الحالية يلطنا ننتبهوا لذلك اللي إيجابي احنا أنا بعد في حزب الإصلاح زملائي عندهم رؤية لأن الرئاسة الحالية الموريتان لأنها تقد تغير الوضع إلى وضع أحسن من الوضع اللي كان فيه إلى وضع أفضل وعند الحزب قناعة راسخة بأن تطوير المجتمع أنه ما يجد يخلي ما هو بالتلاحم والتحاور والتهدئة واضح المنهج اللي شكراً فخامة رئيس شكراً جزيلاً أستاذ طبعاً أنا ظهر لأن كي قالت زميلة إحنا ما كنا نعرف الدولة المركزية عرفناها اللي من الستينات الدولة تعاني من ياسر المشاكل ظهر لي عن اليوم عندنا فرصة لنفكروا في حل المشاكل ظهر لي عن لا بد من الاستقرار ولا بد من الوحدة الوطنية غير لا بد من إصلاحات حقيقية وفاصلين اليوم لأن قيادة البلد تقبل إجراءات قوية وتقود عندها حكامة لهي تجمع المواطنين حول نظرة لهي تجمعهم تدفهم خطوة حمراء ما يلحقها القاش ما يفكك المجتمع ولا يفسد وتقود فم مثلا مسائل متعلقة بالحكامة مقنعة على الناس كاملة ونعرف عنا ملي في عالم اليوم في العولمة ولا نقدر نقوده مقطع من العالم لأن قيمنا يا الله نقوده ملي نقارنه بالقيم الثانية وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ صدر شكرا أنا لا صدرت البيل مني كلمة راني معتذر عليها كلمة عبارة تملق لا أعني بها أحد قاعد لا حكم لا تكبرت كرشته وسقري عنها لعله وتبدأ اختار نقول لأن البلد بدون اللي قالوا زملائي الكرام ولا معاه فيه بلد فاصل في ترسيخ القانون دولة القانون خالق شي شارلو زميل مهم خالق بعض من الناس يمارس سياسة كنوع من نوع تقريبا التجارة ولا المتاجرة ولا شيء ومزايدات على 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 الموريتانيين الاخرين يلا يوقف عن تحدو به اللي الوطن ما فيه شوقة احنا ما جامعنا ما هو موريتاني ولين اللي تلت حق لا قدر الله ما تينا قاعد عندنا شي واحد فيه احنا قاعد لتنمي تاش ديمقراطي تاش ينعود البلد عاد مهب الريح وعليه اعود واهنئكم كاملين وهني الشعب الموريتاني وهذه فرصة اللي بعد قاعد للفرح وللمسرات وراجعين ان شاء الله انه يعد علينا مولانا امين يا رحمة سنوات عديدة ومديدة دام الله وسرر علينا وعلى وطننا بشكل عام والمسلمين مشاهدي الكرام في نهاية هذه الندوة من ندوات قناة الموريتانية التي ناقشنا في هذا الموضوع الهام مشكور باسمكم جزيل الشكر ضيوفها الكرام وهم السادة سيدة مرخيلي المصطفى خليفة وهي عضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف وهي أيضا الأمينة التنفيذية لنفس حزبه لنا شكرا جزيلا لك يا أستاذة على قبول الدعوة لما تفضلت بمعلومات سيد محمد سالم عبد الله الكوري وهو عضو لجنة الحكماء بحزب الإصلاح شكرا جزيلا لكم أستاذ سيد الخليل الددة وهو
نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم. شكرا جزيلا لكم استاذ على ما تفضلتم به. سيد الإمام احمد محمد وهو الامين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطيه، شكرا جزيلا لكم استاذ الكريم. انتم مشاهدي الكرام موصول لكم شكر الى ان يضمني وياكم لقاء اخر ونناقش في موضوع اخر هاما يهمنا جميعا. الى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله وحفظه.